للأسف أحياناً يمكن يصلي شخص وعنده لحن، هذا اللحن يفسد الصلاة، تونته زين قادر ومستطيع وأيجي ماله ويخلي فلان يصلي، بعد الصلاة قال نعيد الصلاة. ليش نعيد الصلاة؟ قال صلاته فاسدة لأنه ألحن في قراءته، وانتهين قبل أن تتقدم، حتى السترة ما يجلسها. لا، ترى هذا ما تواضع، هذا كبر. إذا كان حافظ القرآن وما يصلي بالناس أو ما يجلس على السترة، هذا كبر وهذا غرور. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نكون في المقدمة. من كان يصلي بالصحابة؟ ما كان يصلي بهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم مرض، ألم يقدم أفضلهم وهو أبو بكر الصديق؟ هذه كلها إشارات في السنة أنه يتقدم الأفضل. بعدين نحن إذا تركنا الجوانب الدينية حال غيرنا، أيجو ماله؟ أيجو من هم ليسوا أهل، من هم ليسوا أهل. وسمحوني أعطيكم إياها على بلاطة، أعطيكم إياها على بلاطة. يجي واحد اليوم يصلي بنا حالق لحيته، هذا ما موجود نحن عندنا، كان أبدا ما موجود. أيجينا واحد هداشته تسحب زين ذراع تحت الجوزة، ترى الصلاة فاسدة يا جماعة الخير. العلماء كذا يفتيوا، أنا في بعض المساجد أشوف ذاك وقبل يمين وأشوف ما شاء الله يمكن 70 لحية داخل المسجد. تو هل 70 لحية كلهم فيهم سلس بول؟ هل كلهم عندهم كحة؟ هل كلهم عندهم بلغم؟ أما أنا حقيقة أدخل المسجد ما أطيق، ما أصلي ما أطيق، أبغى أن أكون في المقدمة، لأن أنا السفير، أنا أولى بهذه الإمامة، أنا أولى بها. ما قدم ما هب ودب، وبعدين قص الصلاة مالها، الصلاة كلها أخطاء وغيرها. حتى أنني صليت مرة عند شخص من الأشخاص لما جاء أخطاء فادحة جدا، وعلى ختمها فصلي لربك بحدث كذا ختمها. بالله عليكم هذه الصلاة مقبولة بهذه الطريقة؟ المشكلة إذا وجد أو وجدت قناعات أنه أهم شيء أصلي، لكن الصلاة مقبولة ما مقبولة هذا ما يهمني، صلى فلان ولا ما صلى فلان. لا، دائما الإمام يكون قدوة، يكون قدوة، يطبق بقدر ما يستطيع.